عيون جل مغمرات يا حي مركب الدلايل. معكم مشاهدينا متابعينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم هنا من تحفة ميادين السباقات في انطلاقات الاسبوع الثاني من هذا المهرجان الختامي للهجة العربية الاصيلة، الذي اعلن انطلاقه في هذه اللحظة وبداية اسبوع الكبار وما تحمله ايضا التحديات في هذه الفئات ذات الامتاع والابداع والمسافات الطويلة. تحية لكل مشاهدينا الاعزاء ومتابعينا الكرام عبر قنوات دبي ريسنج وقناة ياس وقناة الكاس لمتابعة هذا الأسبوع وما يحمله أيضا من جديد في انطلاقات التحدي والإثارة في رياضتنا العربية الأصيلة سباقات الهجن هنا من تحفة ميادين السباقات. يومنا يحمل انطلاقة 16 شوطا في هذه الفترة الصباحية، 8 أشواط مخصصة للإنتاج و8 أشواط في اندفاع التحديات أيضا للأشواط المفتوحة. أهلا بالجميع وأهلا بمتابعينا الكرام من خلال هذه اللحظات وتجربة 8 كيلومترات، وعلى بركة الله أعطيت أول إشارات هذا الصباح حاملة الانطلاقة الأولى وهي للحول المحليات الأصايل في هذا الاندفاع، مع الترحيب في هذه اللحظات بكل الحضور الكريم والمتابعين الأفاضل. نذهب إلى المقدمة نتابع أول من انطلقت في الاندفاع الأول وهي الحروق، سعيد بن الصغير بن خضارة المحرمي الذي يقود المركز الأول، بينما على المركز الثاني هي الذيب حارب بن سعيد بن حارب الاشتبي على ثاني المراكز. المركز الثالث أم صيحة وصلت في المركز الثالث هنا زايد بن محمد بن زايد المنصوري، وعلى المركز الرابع شواهين في رابع المراكز محمد أبو سلطان بن محمد الشامسي، وفي المركز الخامس تعود الاندفاع هنا مع هملول سعيد بن الدحبة بن قنازل العامري، بينما على سادس الانطلاق مياس الأحمد بن علي بونو واس التي تأتي في سادس المراكز، وفي المركز السابع أرى هنا شعار بالسعودي منطلق مع شواهين سيف بن خليفة بن عبيدة الخيلي، على المركز الثامن هناك الدخول قادم من الوثبة مكتوم بن سعيد بن منانه الاشتبي، وهناك على المركز التاسع نذهب إلى انطلاقة غازي محمد بن راشد بن غانم المنصوري، وعلى المركز العاشر تتدخل مياسة خليفة بن حليس بن راشد الاشتبي. هذه الأسماء الأولى وأول التحديات والانطلاقات على أرضية هذا الميدان وما تحمله أيضا من بداية القوة، بداية الانطلاقات والمسافات التي تسير مع هذا الاندفاع حاملة بداية قوية وانطلاق مبكر. تابع المركز الأول شوف الصدارة أيضا في هذه اللحظات، ولا تزال على المقدمة بداية التحدي هي الحروق سعيد بن صغير بن خضارة آل محرمي تقود المركز الأول، تبدأ بأول الأسماء. المركز الثاني هناك المتواجد الذيب حارب سعيد بن حارب الاشتبي التي تنتقل إلى المركز الثاني ومنافسة على قمة الانطلاقات، مصيحة في المركز الثالث زايد بن محمد بن زايد المنصوري على المركز الثالث، ولكن المتابعة قادمة من خلال شواهين سيب خليل بن عبيد الخيلي، هناك على الجانب الآخر مكتوم بسعيد بن منانه الاشتبي مع الوثبة على المركز الخامس، والانطلاق القادم في هذه اللحظات مع أول 3 كيلومترات الدخول من مياسة أحمد بن علي بونواس الاشتبي في مسار هذه اللحظات، وهنا بن قنزول يأتينا مع المركز السابع في هذه الانطلاقة هملول سعيد بن الدحبة بن قنزول العامري،
وهنا على المركز الثامن في هذه اللحظة مياس خليفة بن حليس بن راجد الاشتبي، وتدخل قادم من غازية، وهنا للدفاع من محمد بن راشد بن غانم المنصوري، وفي المركز العاشر مع ندائنا الثاني جواهين محمد بن سلطان محمد الشامسي التي تقدم هذا الانطلاق. ما شاء الله المسافات اللي بدأت الآن تتضح في هذه اللحظة وتسير مع مسار هذا الشوط، والكل ينتظر بداية التحديات هناك مع بوابة الانتصارات وبوابة التحدي الأخيرة. هنا نعود إلى المركز الأول، نعود مع هذه البداية إلى الانطلاقة، ونشوف أيضا الصدارة لا تزال الحروق هي المتنافسة والحائزة على المركز الأول من خلال سعيد بن صغير بن خضار المحرمي في المركز الأول. في المركز الثاني الذيبة حارب بن سعيد بن حارب الاشتبي على ثاني المراكز، تنافس ثنائي بدأ مبكر، والعابرات لمنتصف المسافة التي تحمل هذه القوة وهذه التحديات. مسافة ما شاء الله مسافات الطويلة والانطلاق وأيضا الاندفاع. نذهب للمركز الثالث، شواهين سيف بن خليفة بن عبيدة الخيلي يقودها، وعلى المركز الرابع مكتوم سعيد بن منانة الاكتبي مع الوثمة في هذا الانطلاق وفي هذا المسار. مصيحة وزايد بن محمد بن زايد المنصوري بشعاره الأخضر المتميز دائما في كل مشاركاته على المركز الخامس، وفي المركز السادس مياس الأحمد بن علي بونواس. ما شاء الله هني سعيد بن الدعبة بن قنازل العامري يقود أيضا هملولة على المركز السابع. تقدم الجميع وجاءت الأسماء أيضا تسير من خلال هذه اللحظات بعد أن تجاوزنا منتصف المسافة والانطلاق ما شاء الله في هذا الشوط، شوط البداية الأولى وأول أشواط الكبار في هذا المهرجان. نواصل المركز الثامن وأيضا الذهاب إلى انطلاقة مياس خليفة بن حليس بن راشد الاشتبي، وعلى المركز التاسع تدخل من شواهين محمد بن سلطان بن محمد الشامسي، والمركز العاشر غازية محمد بن راشد بن غانم المنصوري. هذه الأسماء وهذه الانطلاقات وهذه التحديات التي تحمل هذه اللحظة. وصلنا إلى كيلو الغابات هنا من خلال هذه المسافة والتبديل اللي يبدأ على المقدمة بعد أن لوحت الثلاثة كيلومترات، هي البوابة التي تعلم بالنسبة للكبار شكل المنافسة والتحدي والانطلاقات. التغيير على المقدمة وبدلت إلى الصدارة، هنا تحمل أيضا هذه العذيبة حارب بن سعيد بن حارب الاشتبي التي تحمل هذه الانطلاقة وتسير إلى المركز الأول، والحروق لا تزال على ثاني المراكز سعيد بن صغير بن خضارة المحرمي في هذه الأسماء، وهنا أيضا متواجدة شواهين على ثالث المراكز سعيد بن خليفة بن عبيد الخيلي. الكل يتابع هذه اللحظة، وتقدمت هناك الوثبة مكتوم بسعيد بن منانه الاشتبي. ما شاء الله يا ابو سعيد روح في الانطلاق والاندفاع، وهنا على المركز مصيحة تأتينا على المركز الخامس زايد محمد بن زايد المنصوري، وهملول مع سعيد بن الدحبة بن قنازل العامري. يا سلام هي أسماؤنا للصدارة، وبدأ هجوم هنا قدم الجميع، وتواصلت هنا في هذه اللحظات مياس التي تقود خليفة بن حليس بن راجد الاشتبي، والمركز الثامن أيضا شواهين محمد بن سلطان بن محمد الشامسي، ظهور اسم مع هذه اللحظة وانطلاقة أيضا حجيمة حمد بن خويتم بن بخيت العامري، وعلى المركز العاشر أيضا تحديات من أسيل سعيد بن مسلم بن طرشوم العامري. يا سلام تبدلت الأسماء وتبدلت التحديات والانطلاقات، ولكن نتابع القادم التحدي هناك على المركز الأول، وما تحمل أيضا هذه البداية هي الذيبة التي تقود الصدارة حارب سعيد بن حارب الاشتبي في هذا الانطلاق ما شاء الله على طول المسافة. ونحن هنا مع آخر كيلومترين اللي بدأنا أيضا فيه الانطلاق. يا سلام على
الصدارة. شواهين تشكل خطورة سيد بن خليفة بن عبيد الخيلي، بدأ تشكل خطورة على الانطلاق. وهنا أيضا هنا مصيح مصيح أحد شعارات الظفرة المتميزة في هذه الانطلاقات، زايد محمد بن زايد المنصوري، وهناك الوثبة الوثبة مكتوم سعيد بن منانة الاجتبي الذي يقود هذا التحدي. تقدمت جاءت الأسماء، تحرك المتحركون في هذه اللحظات، بدأت السرعة تزيد الآن مع هذا الانطلاق إلى المركز الخامس. ظهرت شواهين محمد بن سلطان بن محمد الشامسي وبن خويتم مع حشيمة محمد بن خويتم بن بخيت العامري في هذه اللحظة. الله يا سلام التغيير ولوحة الإعلان التي تحمل قوتها وإثارتها. 1200 ما شاء الله وتبارك الله، شواهين لا تزال على المركز الأول في هذه اللحظة من خلال سيد بن خليفة بن عبيد الخيلي في الانطلاق. المركز الثاني بصيحة زايد بن محمد بن زايد المنصوري. يا سلام يا سلام يا أبو محمد، روح مع هذا التحدي وهذه الانطلاقة. الكيلومتر الأخير المركز الثالث بن خويتم قادم مع حشيم محمد بن خويتم بن مخيت العمري، وعلى الجانب الآخر تدخلت الخليج سلطان بن سعيد بن راشد بن دغيش التي تحمل أيضا هذه اللحظات على المركز الثالث، قدمت من الرابع إلى الثالث وتعود في المركز الخامس. تم أحمد محمد بن حليس الاشتبي، هذه الأسماء تحرك الجميع. مصيحة حركت حركت البداية، مصيحة حركت التحدي. ما شاء الله زايد بن محمد بن زايد المنصوري، تعرف دائما هذا الشعار وجوده في المقدمة في البداية المركز الأول من خلال اللحظات. ولكن هناك القادم من الخليج، الخليج قادم وبن دغيش سلطان بن سعيد بن راشد بن دغيش. أهالي المدام أهالي المدام ولا الظفرة هناك، أهالي المدام بدأ التحرك بدأت الانطلاقة. ما شاء الله هي الخليج هي الخليج هي الخليج في هذه اللحظة. سعيد سلطان بن سعيد بن راشد بن دغيش الذي يقدم هذا الخليج، ما شاء الله خليج على المركز الأول في هذه اللحظة وهي تقود هذه الانطلاقة. مصيحة في المركز الثاني زايد محمد بن زايد المنصوري. المدام سلام، المدام سلام وتحية. نشوف اللحظات الأخيرة، بالفعل بالفعل سلام بن دغيش، سلام تهانينا والناموس سلطان بن سعيد بن راشد بن دغيش الذي يقود المركز الأول. المركز الثاني مصيحة محمد زايد محمد بن زايد المنصوري. هناك عجيمة على المركز الثاني محمد بن خويتم بن رفقيت العامري، والمركز الرابع تم أحمد محمد بن حليس الاشتبي، والمركز الخامس كان وجود أيضا الضبي سيف بن سالم النايلي الشامسي. ما شاء الله ما شاء الله مع البداية مع انطلاقة هذا الشوط، ونشوف التوقيت 12:29 ثانية وجزء واحد من الثانية. ثانينا والناموس، صباح الخير يا هالي المدام مع الكبار، رقص مع الكبار هناك في المدام. ما شاء الله المركز الثاني، المركز الثاني كان وجود أيضا مصيحة زايد محمد بن زايد المنصوري، و12 29 ثانية و6 من الأجزاء من الثواني. ثانينا والناموس، مشكورين ايضا جود مورنينج الظفره هناك الغربيه، كلهم في جو متميز. المركز الثالث 12:30 و8 من الاجزاء من الثانيه كانت حشيمه وحمد بن خويتم العامري. ما شاء الله دائما في كل مشاركات الكبار والتحدي ياتينا دائما مع الامتاع والانطلاقه. التواصل يستمر اذا مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم.